لقينا الحوار الوطني اتعمل له مجلس الامناء واشتغلوا عليه وحضروا له وبدات جلسات الحوار الوطني، ودلوقتي واحنا بنتكلم خلال الكام يوم اللي فاتوا بتواصل جلسات الحوار الوطني عملها، وتحديدا الجلسات المتخصصه لايه بقى؟ لصياغه التوصيات والمقترحات الاخيره. يعني الحوار بيجري بيجري بيسابق الزمن زي ما بيتقال، مفيش حاجه لا قدر الله لا ثابته في مكانها ولا ما بتتحركش ولا ما فيهاش تقدم الى اخره. الكثير من المشاركين في الجلسات العامه الفعليه للحوار قدموا المقترحات بتاعتهم، ان لم يكن الكل قدم مقترحات، وبالفعل بدات الجلسات المتخصصه تشتغل على الصياغات النهائيه علشان تتعرض على مجلس الامناء، ومن مجلس الامناء يتم رفعها لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعال بقى اقول لك على مجموعه من اهم الجلسات من ضمن الحوار الوطني. كان في جلسه خاصه بالاستثمار، وطبعا ده ضمن المحور الاقتصادي، وكان في جلسه اخرى شديده الاهميه ايضا في لجنه المحليات. عاوزين نفهم بقى تفاصيل حول اللجنتين دول. معانا على التليفون دكتور سمير صبري، مقرر لجنه الاستثمار الخاص بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام يا فندم، ومساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام. اهلا بك يا دكتور. دكتور سمير، عايزين نعرف اهم التوصيات اللي يمكن بيتم العمل على صياغتها الان لرفعها الى مجلس الامناء. والله يا يوسف بيه، النهارده الجلسه عايز اقول لحضرتك امتدت من الساعه 12 لحد الساعه 7 ونص مساء. كانت فيها مجموعه كبيره من الخبراء والمختصين، وتناقشنا في كل المحاور اللي ليها علاقه بالاستثمار الخاص في مصر سواء كان محلي او اجنبي. ويمكن كان في اتفاق ان احنا مش هنطلع بتصريحات اعلاميه حاليا، لان احنا في اطار الصياغه وشغالين بحرفيه كبيره مع كل الزملاء والمشاركين ان احنا نصيغ ما تم النقاش حوله في الجلسات العامه والعلنيه وما تم النهارده في ورشه العمل المصغره والفنيه. ولكن اقول لحضرتك كان من اهم اللي اتكلمنا فيه انه كل اللي بذلته الدوله المصريه في السنوات الاخيره من دفع عجله الاستثمار ومن تشجيع المستثمر المحلي وكذلك جذب الاستثمار الاجنبي من دون تحتيه، من تطوير منظومه الاداره المحليه والدوله المصريه، وايضا ما تم بذله من مجهود في صدور قانون 72 لسنه 17 لضمان وحوافز الاستثمار. ايه دورنا احنا في الحوار الوطني وفي لجنه الاستثمار الخاص؟ ان احنا نبني على ده ونقدر نقدم المقترحات بتاعتنا. عظيم. كان ابرز ما تم النهارده التوصل اليه ان احنا محتاجين تفعيل الرقمنه في الدوله المصريه وتقديم كل الخدمات اللي تخص قطاع الاستثمار تحديدا تكون لها الاولويه، انها تكون عن طريق البلاتفورم وتكون ديجيتال، ونبدا نشيل العنصر البشري منها ويكون مربوط كل اجهزه الدوله المعنيه بالتعامل مع المستثمر. واحنا بنناقش ده لقينا خبر اطلاق اول شركه الكترونيه يحضرها رئيس الوزراء في مقر الحكومه بالعالمين وفي حضور رئيس الهيئه العامه للاستثمار. صحيح. حسينا بالبشريات، يعني عارف حضرتك لما تبقى بتشتغل في موضوع وبتناقشه مع المختصين والخبراء وتلاقي الدوله قدم بقدم بتشتغل في نفس الموضوع وبتطلع صح. اول شركه بتنشا كلها الكتروني النهارده، فكانت بشرة طيبة جدا. بنحس دايما ان احنا كلنا شغالين في هذا الوطن داعمين لكل الجهود اللي بتبذلها القيادة السياسية. ده رائع جدا. كمل الموضوع دكتور. الثاني اللي تطرقنا اليه وبقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تطرقنا الى القانون 152 واتكلمنا ازاي نفعل كل الحوافز اللي موجودة في هذا القانون علشان نقدر ننهض بالاقتصاد بدعم من هذا القطاع القوي. وده خدنا على طول الى دمج الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي. وكان في افكار معتبره ومحترمه قدمت لذلك، بيعد الان الصياغه والكتابه لرفعها لمجلس الامناء ومن ثم لفخامه السيد رئيس الجمهوريه. طيب ده كويس جدا. من ضمن الموضوعات كان الثروه المعدنيه في مصر. اتكلمنا على الثروه المعدنيه والمحجريه، وان دي سياده الرئيس في اكثر من مؤتمر اشار الى اهميتها وان عايزين نفعل دور الهيئات القائمه عليها، برضو بنبص عليها بنظره فنيه شويه وبيتكتب فيها بعض المقترحات. طيب دكتور سمير، يمكن
كلنا اظن مهتمين ايضا بمساله ازاي نقدر نعمل عمليه جذب للاستثمارات الاجنبيه للداخل. هل تم مناقشه اي توصيات متعلقه بمساله كيفيه جذب هذه الاستثمارات الاجنبيه اوروبيه او غربيه او امريكيه كانت او عربيه الى الاقتصاد المصري؟ طبعا يا فندم، ده كان موضوع مهم. قلنا علشان نعمل جذب للاستثمارات الاجنبيه، واحنا وصلنا الى رقم 9 مليار دولار في السنه صافي التدفقات الاستثماريه الاجنبيه لمصر. الرقم ده احنا محتاجينه يتضاعف وباسرع وقت، وده هيكون من ضمن مصادر التمويل الغير مباشره لسد الفجوه الدولاريه. قلنا ان اول حاجه حل فوري لكل مشكلات المستثمر الموجود في مصر، سواء كان محلي او اجنبي اوريدي بيستثمر عنده. ده بيدي اشارات ايجابيه سريعه جدا تضبط كل انواع الترويج. رقم اثنين، ودي حاجه متعلقه بحضرتك وبمجال العاملين والاسماء العظيمه في الاعلام، محتاجين قناه فضائيه متخصصه في الاقتصاد والاستثمار والصناعه، تكون قناه مصريه بتتكلم باكثر من لغه وبتبث علشان الناس تبدا تشوف مصر من وجهه نظر استثماريه. قلنا برضو الخريطه الاستثماريه لمصر موجوده خريطه فعلا في الهيئه العامه للاستثمار، ولكن احنا شايفين محتاجينها اقوى من كده بكتير، عليها كل الفرص كل الموارد المتاحه حتى القوانين المتعلقه وباكثر من لغه، فالمستثمر هو في بلده يقدر يدخل عندي ويشوف، ما يبقاش عنده مشكله المعلومات. المعلومه مهمه جدا عشان اروح استثمر في دوله بسمع عنها الصوره الذهنيه عن هذه الدوله. الحمد لله بنتميز في منطقه يعني فيها صراعات كتيره ومنطقه مش مستقره، احنا الحمد لله دوله مستقره سياسيا وامنيا بفضل جهود المخلصين. فقلنا محتاجين نكمل على ده الحاجات الفنيه، فين الموارد الطبيعيه؟ فين الفرص؟ الطاقه الجديده والمتجدده، الطاقات اللي مصر بتتميز بيها، الموقع الجغرافي، كل ده يبقى على الخريطه الاستثماريه. عظيم جدا. طيب في برضه يمكن جزء مهم ما اعرفش تم مناقشته ورفع او يعني صياغه ولو بعض التوصيات حوله، مساله التصنيع لاجل التصدير، وده هو القاطره الحقيقيه للاقتصاد المصري واي اقتصاد في الدنيا. هل في توصيات متعلقه بهذا الجانب يا دكتور؟ اشكرك جدا جدا على هذه النقطه. الله يخليك. احنا قلنا يا فندم العالم كله عنده سياستين في موضوع التصنيع، اما التصنيع من اجل التصدير واما احلال الواردات. قلنا احنا النهارده كمصر توجهنا ايه؟ هل بندرس الواردات واحلالها، ولا بندرس الصناعات اللي بنتميز بيها وعندنا فيها قيمه وميزه تنافسيه ونركز عليها ونصدر ونجيب دولار؟ ساعتها ما عنديش ازمه ان انا استورد بالعوائد الدولاريه. بعد نقاش طويل جدا اتفقنا على ان هتتحط الاثنين على قدم التساوي، ونشوف الميزه التنافسيه لمصر اكبر في ايه، وان كان ده صناعه من اجل التصدير او صناعه من اجل احلال الواردات. الاثنين ما عنديش فيهم مشكله، الاهم ميزتي انا كمصر، هل عندي النهاو، عندي الخامات الاوليه متوفره، عندي الايدي العامله لو الصناعه بتستهدف ايدي عامله كبيره، وده من ضمن الحاجات المتوفره في مصر. فده كان موضوع للنقاش وهيتم صياغه حاجه فيه، بس ملخصها ان احنا هنشوف مصر تتميز في أي صناعات في هذه الفترة. هايل هايل هايل. أنا بشكرك جدا يا دكتور سمير، كل الشكر ليك دكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني.